أيام قليلة مرت على تتويج فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي تحت 15 سنة بلقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، وهو استكمال لمسيرة القلعة الحمراء في مختلف الألعاب والبطولات. تنس الطاولة في النادي الأهلي ليس مجرد لعبة، بل هو مصنع للأبطال، وهو ما رأيناه في تتويج ناشئي تنس الطاولة ببطولة الجمهورية، وهم مؤمن صلاح وياسين ياسر وحسين وائل. ونفس الأمر مع ناشئات الأهلي في البطولة، وهن هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين. وعندما نتحدث عن إنجازات الأهلي في اللعبة، فلابد أن نتحدث عن أبطال الجهاز الفني الذي يقوده أشرف عبد الفتاح المدير الفني، وفتحي عبده مدير قطاع الناشئين والناشئات. وضيفون اليوم الكابتن فتحي عبده، والذي مثل مصر في تنس الطاولة منذ سن 15، وعقب اعتزاله اتجه للتدريب وحصل على العديد من البطولات العربية والقارية، كما حصد عدة أوسمة حتى تولى منصب مدير قطاع الناشئين والناشئات منذ 12 عاما ليواصل حصد البطولات لاعبا ومدربا. الحقيقة تنس الطاولة من الرياضات الجميلة جدا، وطبعا أكيد زي ما تابعنا مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، وأكيد خدنا فكرة كافية أن هي كمان من الرياضات اللي الحقيقة لاعبي ولاعبات النادي الأهلي عاملين فيها شغل زي الفل، والكثير من البطولات والكثير من النجاحات. هنتكلم بالتفصيل عن هذه الرياضة، لأن احنا معانا بالفعل منورنا في الاستوديو كابتن فتحي عبده، وهو مدير قطاع الناشئين والناشئات لتنس الطاولة بالنادي الأهلي. صباح الخير على حضرتك، سعداء بوجودك معانا. صباح الخير على حضرتك، وبنبقى دايما حريصين ان احنا نتكلم عن كل الرياضات اللي موجوده في النادي الاهلي، وكمان الرياضات اللي فيها ابطال بيشرفونا كمان على كل الاصعده بصراحه. وكنت بتكلم مع حضرتك انا وكريم قبل الهوا، وذكرنا كده مثل عن هنا جوده، وهي كانت معانا في اول حلقه للبرنامج، ومثال جميل جدا ان هي مش بتلعب بس في سنها، هي بتلعب كمان سن وبتحقق بطولات كبيره جدا. فنبدا من هنا بالبطوله بقى الاخيره اللي احنا اخذناها تحت 15 سنه. احنا الحمد لله والشكر لله السنه دي في اسماعيليه في صاله قناه السويس بالاسماعيليه كان في بطوله الفرق للانديه، ودي طبعا بتعتبر من اهم البطولات لان بنمثل النادي الاهلي، فرق زي الدوري كده. فالحمد لله احنا لعبنا 8 ايفنتات، والثمان ايفنتات الحمد لله طلعنا الاول، وكنا المنافس بتاعنا طبعا نادي الزمالك. ما شاء الله. طبعا حاجه جميله جدا، احنا السنه اللي فاتت كنا خسرانين ايفنت واحد اللي هو 12 18 سنه. السنه دي تعبنا جدا بقى، قلنا لازم ايه نكسب كل الايفنتات، ما ينفعش النادي الاهلي يخسر ايفنت. والحمد لله ربنا كرمنا وكانت كان وكانت كان وعلى كل الرياضات المختلفه. وكان في حاجه غريبه جدا، يعني احنا السنه دي ولاد 12 سنه صغيرين في السن، والزمالك اشترى لعيبه، والاسماعيلي اشترى لعيبه، ثلاث لعيبه مصنفين، وكنا السنه دي يعني ايه مش حاطين امل على 12، بس ايه قلنا لا، يعني بعزيمه الولاد وبعزيمه النادي الاهلي، وقعدنا نبث في الروح بتاعه النادي الاهلي والفانله الحمراء في الولاد، وقلنا لهم ما ينفعش ان احنا نخسر. فالحمد لله كسبنا 3-0، كانت فرحه بقى يعني أكيد. جميله قوي 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 ان احنا كسبنا الايفنت ده 3-0. في ايفنت كمان عندنا 15 سنه كنا خسرين 2-0، وبتوع الزمالك نزلوا باركوا للولاد وقال لهم الف مبروك على البطوله، خلاص احنا كسبنا. قلبنا الترابيزه طبعا، والثالث ياسين ياسر كسب بقى 2-1، ونزل مؤمن صلاح كسب بقى 2 الكل، ووائل ياسين وائل فاز في النقطة الأخيرة، ويمكن أنا كنت عامل فيديو النقطة الأخيرة دي، كان بقى حاجة يعني قعدنا نبوس بعض ونحب بعض بطريقة لا تتخيل. حضرتك بتتكلم وكل تعبيرات وشك بتقول إن أنت
حابب قوي الموضوع ده وان انت عايشه جدا وفي شغف ملحوظ في صوتك. وطبعا لو اضفنا للتفصيله دي تفصيله ان حضرتك مدير لقطاع الناشئين والناشئات بقالك 12 سنه، ففكره ان انت بتشوف اولادك بيكبروا قدامك سنه بعد سنه بيبقوا اكثر نضجا واكثر احترافيه وبيحصلوا على المزيد والمزيد من البطولات، فبتكون مشاعرك عامله ازاي في الحاله دي؟ انا بصراحه السنه دي يعني انا مبسوط جدا جدا جدا، لاني كنت امل السنه اللي فاتت وكنت بقول الامل الوحيد اللي انا ما اخسرش ولا ايفنت. والسنه دي المدربين تعبوا قوي، كانوا تعبوا جدا 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 لدرجه مثلا الباص كان طالع الساعه 4، مدرب بيدرب الولاد الساعه 2، كابتن هاني رضا، كابتن محمد اسماعيل اللي ماسك 15 سنه اللي كنا خسرانين 2-0 وكسب الايفنت، الراجل ده مثلا يوم الجمعه اجازتنا لا بيجي يشتغل عايز يكسب، عايزين نكسب. كلنا كنا حاطين الهدف الوحيد ان احنا ما نخسرش ولا ايفنت، وربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا. طبعا انا بشكر المدربين تعبوا جدا جدا جدا. لو تشوف حضرتك استاذ كريم ان بيتلعب فاينل في نفس الوقت مثلا ناشئين وناشئات، فبنقسم بعضنا خمسة يقعدوا هنا وخمسة يقعدوا هنا، وما تعرفش مين اللي ماسك الايفنت ده ومين اللي ماسك الايفنت ده، فدي روح طبعا جميلة جدا طبعا. من ولاد النادي الاهلي، وطبعا كل المدربين بتوع النادي الاهلي من ولاد النادي الاهلي، انا نفسي من النادي الاهلي من 10 سنين وانا في النادي الاهلي وما اشتغلتش في حتة الا النادي الاهلي وما اعرفش اشتغل الا في النادي الاهلي. جميل جدا. خليني بقى اروح مع حضرتك كمان ونفهم تفاصيل اكتر في اختيار هنا الفريق الاول، وايه العناصر البدنيه اللي بيتم التركيز عليها، وازاي اصلا الناشئ وهو صغير كده او حتى قبل ما يدخل لقطاع الناشئين ازاي الطفل الصغير اهله بيعرفوا او المدرب ممكن ان هو يفهم ان ده ناخده لتنس الطاوله، يعني ايه ملامح اللي ممكن تاكد لي ان الطفل ده هينجح في الرياضه دي؟ والله احنا عندنا اكاديميه تنس الطاوله بناخد من سن صغير قوي، يعني من سن 5 سنين 6 سنين. طبعا في مدير قطاع اللي هي الاكاديميه الكابتن سيد رحيم، كابتن مسعد رحيم. كابتن مسعد ده بردك من اعمده النادي الاهلي، بصراحه هو كان مدربي وحاجه جميله جدا في الولاد الصغيره. طبعا بيعلمهم الاساسيات بتاعه تنس الطاوله وبيفضل معاهم لحد ما يطلعوا لنا احنا بقى في قطاع الناشئين. قطاع الناشئين، وطبعا كابتن مسعد وكل الجهاز بتاع تنس الطاوله بنبث في روح الفانيله الحمراء ان النادي الاهلي بيحب المركز الاول، النادي الاهلي المركز الاول. فكل الولاد بتطلع لنا متشبعه بقى بالنقطه دي، انا عايز ابقى بطل. فطبعا احنا بناخده بقى من عند الكابتن مسعد من قطاع الاكاديميه لقطاع الناشئين، بنبدا احنا بقى نشتغل معاه وبنخليه بطل الحمد لله. على ذكر الابطال والبطولات، يمكن من الحاجات اللي دايما يعني ملحوظه قوي في رياضه تنس الطاوله ان في دول بعينها تحسهم متسيدين اللعبه دي، يعني الصين، دول اسيويه، يعني بنتفرج على المباريات بتاعتهم في بطولات مختلفه بتحس ان الكوره لازقه في المضارب، يعني بتحس ان في حاجه غلط، يعني في اشتغاله ما في الموضوع. والله بقى عندنا كدا. احنا كده يا استاذ، احنا فين بقى من الناس دي يا كابتن؟ طبعا احنا ابطال عرب وابطال افريقيا وابطال. هنا جوده بسم الله ما شاء الله بقت من ابطال العالم، مصنفه رقم 1 تحت 15 سنه. هايل، فدي حاجه جميله. عندنا عمر عصر بردك من ابناء النادي الاهلي، مصنف بردك عالميا. عندنا كابتن سيد لاشين بطل العرب وبطل افريقيا ومصنف بردك عالميا. عندنا الكابتن شومان، كابتن محمد شومان. عندنا الكابتن البيلي، عندنا عمر بدير. عندنا مجموعه كبيره جدا الحمد لله محترفه بره، واحنا بنتابعهم ومعانا في النادي الاهلي. في احتراف كمان في عالم تنس الطاوله. في يعني احنا عندنا ناس كتير جدا محترفه في المانيا، بس طبعا موضوع الكورونا ده قفل شويه. انما عندنا مواهب جميله ومواهب لا تقل عن العالميه يعني.
أنا عايزة أروح مع حضرتك لنقطة يعني أنا بالنسبة لي عندي عليها علامة استفهام، وهقول بداية يعني ما شاء الله من أول السنة دي وبعد فكرة التوقف أو الفترة الأولى في التوقف اللي كانت تقريبا 3-4 شهور على كل الرياضات على مستوى يعني مصر، خلينا نقول غير العالم، حصل توقف، والتوقف ده أثر على جميع النوادي والفرق التانية بشكل سلبي. إحنا الحمد لله النادي الأهلي كل الرياضات اللي فيه يعني عايز أقول بالعكس، ده يعني الدنيا كانت بالعكس، ده إحنا تميزنا وحصلنا على بطولات في رياضات مختلفة يمكن كان بقالنا فترة ما حصلناش كمان عليها. السر في ده إيه؟ والله السر إن ولاد النادي الأهلي بيحبوا النادي الأهلي قوي يا أستاذ. وبعد الموضوع اللي احنا فعلا قعدنا 4 شهور ما فيش تمرين، ولكن كنا متواصلين مع الولاد بالفيديوهات ونقول لهم اعملوا كذا ولياقه كذا، وكنا مش سايبين الولاد. بعد ما نزلنا بقينا نشتغل مثلا اللي كان بيشتغل ساعتين بقى يشتغل 4، في بقى اللي روح بقى يشتغل القتال هنا وروح قتاليه بقى اللي هو انا الكيان ده مش هخليه يعني يخسر، لدرجه ان احنا والله انا بروح من الساعه 10 الصبح بروح الساعه 10 بالليل. المدربين كلهم فتره صباحيه فتره مسائيه. بقول لحضرتك قبل ما كنا بنسافر المدربين بينزلوا يدربوا الولاد قبل ما نسافر، الباص طالع الساعه 4، لا هم بيشتغلوا من الساعه 2 لحد الساعه 4 لحد ما نقول لهم يلا يا جماعه. والولاد كمان واولياء الامور، انا بشكر اولياء الامور جدا طبعاً جدا جدا طبعاً. ان هم متعاونين معانا بطريقه لا تتخيل. لو حد غاب اتصل عليه، اتصل على ولي الامر، ابنك ما جاش لي، طب يا كابتن فتحي انا هجيبه بكره، معلش هو عنده ظروف عنده دروس، طب يعني بننظم لهم التدريب، لو واحد مشغول عنده دروس لا المدرب بيجي له فتره ثانيه، واخد بال حضرتك؟ صحيح. فكل ده طبعا مجهود يعني رهيب، يعني متصل مش مثلا شخص بعينه او مدرب لوحده، لا صحيح هي مجهودات متصله مع بعض في الاخر لمصلحه هذا اللاعب او الناشئ. كلام محترم جدا. طيب احنا هنستاذن حضرتك بس نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا معاك. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه والحديث مستمر مع حضرتك يا كابتن، وكنا بنطمن كده عن هذا القطاع وازاي برضو احنا ممكن في الفتره اللي جايه يبقى في مزيد من البطولات. احنا عارفين ان احنا فزنا بالبطوله اللي تقريبا كانت الجمهوريه اخر حاجه اللي هي فوق ال 15 سنه، صح كده؟ بطوله الجمهوريه للفرق 12 و15 و18 و21، ودي كان بقالنا كام سنه بقى ما خدناهاش؟ لا احنا كل سنه بناخدها بس ايه بيقع مننا ايفنت ولا حاجه. السنه دي زي ما قلت لحضرتك ان قفلنا الثمانيه، ودي حاجة كان عمرها ما حصلت. الحمد لله قفلنا، مش مجرد فوزنا ده احنا قفلنا الثمان ايفنتات. وبعد كده احنا لسه جايين من راس البر، كان في بطولة قطاعات بيتجنبوا اللي هم ال 32 المصنفين ويعملوا بطولة قطاعات دي جديدة السنة دي، ياخدوا 32 ويعملوا بطولة جمهورية. احنا لسه جايين من راس البر، خدنا الاربع ايفنتات اللي هم 12 ولاد وبنات و 15 ولاد وبنات. 15 طبعا بنات هنا جوده طلعت الاولى، 12 بنات ملك طارق طلعت الاولى من عندنا من الاهلي، والثالث والرابع من عندنا حبيبه ومديحه الملاح. عندنا كمان اللي هي بطولة 15 سنة خدها لاعب الموهوب بصراحة يعني وبرافو عليه، ياسين ياسر. والثالث والرابع من عندنا مؤمن صلاح مؤمن صلاح وياسين وائل، ثالث ورابع. ده يمكن هنا هنا دي صح اللي بتتمرن، شايف يا كريم الكوره لازقه في المضرب فعلا. في حاجه مش طبيعيه. ما شاء الله. دي لا مستوى جميل ومشرف الحقيقه. طبعا. حاجه جميله. انا عايز برضه اسال حضرتك يا كابتن، يعني الرياضه دي يعني دايما في رياضات معينه بتتطلب اشياء وامور معينه لازم تكون موجوده عند اللاعب او اللاعبه. ايه المهارات اللي لازم تكون متوفرة ولو بحد أدنى عند اللاعب عشان يكون لاعب مميز في تنس الطاولة؟ هو لازم يكون عنده توافق عضلي عصبي طبعاً. في بيبقى لاعب موهوب مثلاً في الباكاند بالفورهاند، عنده حاجة هي اللي بتكسبه يعني. صحيح. طبعاً دي احنا بقى بننميها له، زائد اللي احنا
بنعمل الباكاند مثلا عنده موهوب في الباكاند احنا بننمي له الباكاند وبنشتغل على الفورهاند وبنشتغل على السبين. كل لاعب عنده حاجه مميزه واخد بال حضرتك، فاحنا طبعا كجهاز بننمي له الحاجه دي. جميل الحمد لله. طب وهل هل هل زي كره القدم كده عندكم فكره الكشافين، فكره البحث عن المواهب المدفونه اللي موجوده في قرى وكفور ونجوع ومش مشتركين في النوادي بشكل نظامي؟ والله انا اللي بقوم بالموضوع ده الله. اجتهاد فردي كده؟ انا اجتهاد فردي. مثلا يعني ملك ده من اسماعيليه، انا اللي رحت جبتها. حبيبه من دمنهور، انا اللي رحت جبتها. عندنا مجموعه كبيره قوي يعني. جبتهم بناء على ايه؟ عرفت عنهم اصلا منين؟ من البطولات، بشوف اللعيبه دي موهوبه وبتحب النادي الاهلي وكده. لا انا كنت بسال حضرتك على مرحله ما قبل البطولات، فكره الكشف عن المواهب اللي هم لا اشتركوا في بطوله قبل كده ولا اللي هو البراعم مثلا. البراعم ولا مش مشتركين حتى في نوادي، ولكن واعدين جدا، وحضرتك اول ما عينك تقع عليهم تحس ان لا دول ممكن يبقوا نواله ابطال مستقبليين. دول طبعا اي حد بنكتشفه ان هو موهوب بنجيبه النادي الاهلي، بس طبعا بنعلمه بقى الاساسيات الصح. يعني انت عارف حضرتك ايه، ممكن اي واحد يلعب تنس طبعا، انما اللي موهوب ده او انت شايف ان هو ممكن يبقى بطل، طبعا بنروح نجيبه ونجري وراه ونجيبه النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيساعدنا ما بيقولش اي حاجه. وفكره هنا الخطاب بقى، لغه الخطاب اللي دايما برضو انا بكون حابه اسمعها بين الكابتن او المدير واللعيبه، الفوز الخساره، الاوقات مثلا العامل النفسي بيكون ليه تاثير كبير. اللغه اللي حضرتك بتتكلم معاهم فيها قبل اي ماتش او اي بطوله، حابين نعرف كواليس الموضوع ده. ما انا زي ما بقول لحضرتك كده، اللي هو الايفنت ال 12 سنه ده، الولاد عندنا كانوا صغيرين، وكان الزمالك جايب اثنين، متعاقد مع اثنين من ابطال مصر، الاسماعيلي جايب ثلاثه السنه دي من ابطال مصر المصنفين. فالولاد دول ولاد الاهلي بقى عندنا، طالعين لسه صغيرين، بس احنا كنا شايفين ان 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 ممكن، فقعدنا بقى طبعا نبث فيهم، لا احنا عايزين نطلع الاول. يوسف احمد، عمر هاني، يوسف الجمال، الثلاثه لسه صغيرين، ولكن دول ولاد الاهلي بقى، يعني ولاد الاهلي، ان احنا عمالين نبث فيهم لا احنا ممكن نكسب وليه ما نكسبش، واحنا عايزين يا جماعه الايفنتات كلها. فنزلوا الحمد لله، بقول لحضرتك كانت فرحه رهيبه يعني. الحافز طيب يا كابتن فتحي اللي دايما بتكلمهم فيه مثلا، الحافز اللي دايما بتبقى عامل ستريس عليه، وزي برضو بعد البطوله بتكافئ اللعيبه. الحافز إن, ان ان انت بتلعب حبيب الاهلي. ايوه الاهلي البطل، الاهلي طول عمره ما بيبصش الا للبطل، فدي طبعا حافز جميل جدا. وبعد البطوله طبعا احنا بنكافئهم، بنعمل لهم حفله كبيره، ومجلس الإدارة، أنا بشكر طبعا مجلس الإدارة على اهتمامه باللعبة بتاعتنا، وبهدي طبعا الفوز ده للكابتن محمود الخطيب والأعضاء مجلس الإدارة والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، أنا بشكره طبعا لأن واقف في ظهرنا، وأي حاجة بنطلبها هو ما بيقولش حاجة، ما بيقولش لا. واحنا بدورنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا واسعدتنا، وحقيقه عاملين شغل ممتاز ونجاحات مدويه، وان شاء الله المزيد من الانتصارات الفتره الجايه باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا كابتن. شكرا ليك كابتن فتحي. وربما زي ما بنقول كده 2020 كانت سنه يعني على العالم كله فيها مشاكل، لكن وشها كان حلو على الرياضات المختلفه في النادي الاهلي، ويمكن الارقام هي اللي بتثبت ده على كل المستويات، وكمان بما فيهم كره القدم. يا رب 2021 كمان تبقى سنه خير على النادي الاهلي وعلينا جميعا. فاصل وهنرجع مع حضراتكم انا وكريم، واخر بقى فقره معانا في حلقه النهارده.